ماشي حتى دار الا داروا خدمات شي واحد مثلا جمعيه او مثل بلديه في تنظيم شي لقاء مثلا كذا وتلقات مثلا من المجلس البلدي اداء على المهمه ملي كيكون دعم يمكن ما كيفوتوش ولكن كتكون حاجه فيها مقابل واحد الخدمه قدمها الجمعيه تخسر ديكلاري غير اللي كيقول لك السي محمد هو انه هذه الفئه هذه مثلا العام الاول يعني غير ما كنسمع لما كتوصل النشان لانه ربما حتى على مستوى تسرب الفكره ما استوضاش مثلا يعني السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه ولكن واحد المرحله قربت للمديرين العام الضرائب لانه ما يمكنش مثلا يكونوا محصنين ما كيديو هذا هو الاطراف الناس ما كانتش كتصرح نهائيا ما كيديوش وراه زعما حنا مغاربه كامونيين من اللي دار في التفعيل ديالنا الناس بداو كيصرحوا مقارنه بالاول اليوم 57% صرحوا من الرقم معاهم انا هذا الرقم كيجيني رقم مهم مو اللي كنقولها ولكن الناس واخا ما كايناش من التغطيه الصحيه واخا بزاف ديال الحوايج مازال ما تفعلاتش ولكن الناس لقات يعني كما كيقولوا هذاك الجانب ديال الفطره هي اهمها المساله الثانيه هو انه النقاش اللي دار مع 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 المديريه العامه للضرائب مع وزاره الماليه والبلاروسيه هو انه هاد الناس هذو ما يكونش عندهم نفس يعني المبالغ ديال التاخير وديال ديال 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 الغرامات شيلات التخليص ديالو الى ابعد حد الفكره اللي قلتي الانسان اصلا ما خدامش معاه كيطرح السؤال نهار الاول علاش دار المقاولات واش كان ممكن مثلا يمشي يدير شركه وهو ما عارفش شنو يدير بالشركه ديالك متفق معاه المرحله الثانيه حتى الا مثلا نقولوا هو عنده فكره ولكن مازال ما كي مازال ما مفعلش مثلا هذيك البطاقه وما كيشتغلش من الفطره يبقى غير بجانب التصريح هذا كيصرح بانه مثلا ما دارش غير هاد ما دارش غادي ربما السنه الاولى ماشي مقابل السنه الثانيه طرح المشكل واللي كيصرح باقل الاشياء باش يبقى نظام مقاولات حتى يفعل هاد الفكره ديالو من الاول حنا عرفنا بان لمن كنتوجهوا الا خديتي احصائيات ديال المندوبيه الساميه خديت اللي كتقول الناس اللي كيشتغلوا بصفه فرديه وفي قطاع غير المهم في المغرب 2 مليون ديال المغرب تش غير هاد 2 مليون مثلا فتحت لهم الباب خلينا من مثلا بين اللي عنده صناعيه معاه ولا كذا يقدر يدير محصول فيزيك وهذاك خصو يكون محل مهني يعني. حنا اشتغلنا مع الناس اللي ما يقدرش بالضروره يكون عنده محل مهني يعني يقدر يوطى النشاط ديالو خذ هاد الفئات هاد شحال ديال المهنيين اللي ما كيحتاجش محل مهني هاد التريسي انا فاش ضروري خصو يكون عنده محل مهني رغم انه هو مثلا في لاكريم ما كيمشي الله يلاه كيطلبوا له ومش بالضروره كيمارس المحل المهني خدينا الكومبي خدينا اللي كيسمعوا بجوج مجموعه من المهن المهن 217 مهنه هاد باش تحديد لائحه المهن بقينا فيها 3 سنين غير باش نحددوها باش تستوعب جميع هاد الفئات هادي دابا هاد هاد الاشكال اللي كتقولوا حنا كنغلطوا واش بغيتيني نجاوب انا الاخوه دايرين مقاولاتي ودايرين مع الناس ولا احد اللي كيسالوا وجاتني هذا يعني خارج اطار القانون هو داير مقاول ذاتي ومع داير مع 3 4 دابا انا كنجاوبك عليه كيكون خارج القانون